أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الأرجنتيني بفوزه بالانتخابات الرئاسية. برعاية سمو ولي العهد انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية فبراير المقبل تحت شعار الاستعداد للمستقبل. لوقف التصعيد في قطاع غزة، وزير الخارجية يقود جولة عربية وإسلامية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة السيد خافير ميلي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى يومي 28 و29 من فبراير لعام 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار الاستعداد للمستقبل باستضافة أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين و150 متحدثا عالميا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات في الحكومات والقطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة يجتمعون في الرياض لمشاركة أفضل الممارسات واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة ولإحداث تحولات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد. التقى وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بنائب الرئيس الصيني هانغ جينغ، حيث أشاد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالموقف الصيني تجاه التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في قطاع غزة وأنه يتطابق مع الدول العربية والإسلامية. كما تم مناقشة ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإغاثية بشكل فوري إلى قطاع غزة. هذا ووصف وزير الخارجية الوضع في غزة بالخطير وسط غياب المجتمع الدولي باتخاذ المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي والإنساني. كما التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بوزير الخارجية الصيني وانغ بي في بكين. وأكد وزير الخارجية على ضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبا بتحرك دولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. من جانبه دعا وزير الخارجية الصيني المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. هذا وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشددين على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من جدة الكاتب السياسي الدكتور خالد باطرفي. دكتور خالد، بداية أهلا بك في هذه النشرة. من مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية قيام لجنة وزارية عربية وإسلامية بزيارات بدأت من الصين. دكتور خالد، كمتابع، ما الذي ستحدث مثل هذه اللقاءات المتتابعة من ضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؟ ما في شك أن الضغط يأتي من اتجاهات متعددة يعني، وكلها تصب في بحر واحد. عندما يحدث هذا التحرك الدبلوماسي القوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هذا الحراك السياسي الذي كان نتيجة مؤتمرات قمة متتالية في المملكة، القمة العربية الإفريقية الإسلامية الكاريبية
الاتصالات المتعددة التي قام بها سمو ولي العهد وقام بها سمو وزير الخارجية وغيرهم من الوزراء والسفراء، كانت نتيجته هذا الضغط الدبلوماسي السياسي الشعبي على إسرائيل، وكانت نتيجته قرار مجلس الأمن الأخير وقبله قرار الجمعية العمومية بالإجماع تقريبا ما عدا الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الجزر الغير معروفة صوتت ضد هذا القرار. يعني هذا عملية عزل سياسي دبلوماسي واسع ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا لحلفاء إسرائيل. والآن بدأت يعني ثمار هذا التحرك السعودي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مع أشقائها العرب والمسلمين يجدي يعني تظهر ثماره من خلال تغيرات في المواقف الأوروبية. يعني الرئيس الفرنسي مثلا أعلن عن إرسال طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية لغزة. يعني هذا يحدث لأول مرة من دولة أوروبية ودولة غربية. الحراك هذا أيضا أثمر عن تغير في مواقف الاتحاد الأوروبي نسبيا. يعني كان هناك قرار متعجل بوقف المساعدات السنوية حوالي 600 مليون دولار للأنروا وللفلسطينيين، هذا تراجع عن هذا القرار بعد الضغط السعودي الخليجي على الاتحاد الأوروبي. هناك المواقف المشرفة لبعض الدول الصديقة، يعني وهي دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، سواء الصين أو روسيا، والآن الزيارة القادمة ستكون لموسكو وبعدها لبقية العواصم لهذه الدول. فيعني في نتيجة لهذا الحراك. والآن الرئيس بايدن أعلن أمس بأن هناك اتفاق مع حماس وإسرائيل على هدنة 5 أيام وتسمح في خلالها بدخول المساعدات. هناك إصرار من المملكة على فتح الأبواب يعني دخول المساعدات سواء عن طريق البر أو البحر. يعني بدأنا نلمس نتائج إيجابية، وطبعا الوقت مبكر. يعني احنا هذه أول زيارة من جولة طويلة ستكون لهذه العواصم وربما لغيرها، وسنرى النتائج عما قريب، ولكن البوادر طيبة، وكما يقولون أنه ليالي العيد تبين من أعصارها. ألو دكتور، بما أنه ذكرت حلفاء إسرائيل، يعني هل هذه الدعوات وهذه الزيارات لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأيضا من يعزز في وقف إطلاق النار بالذات حلفاء إسرائيل سيكون عليها ضغط أيضا شديد يوازي الضغط على إسرائيل لوقف هذه لوقف إطلاق النار وحث إسرائيل كذلك؟ نعم، يعني هو الحراك الذي ساعد أيضا هو التحركات الشعبية. يعني احنا رأينا المظاهرات الضخمة، مظاهرة مليونية في لندن، واحدة من عدة مظاهرات تمت في المدن البريطانية، في واشنطن، في نيويورك، في لوس أنجلوس، في روما، في العديد من العواصم الأوروبية الآن تحت بتضغط على حكومتها. وهؤلاء يعني ناخبين، في النهاية صوتهم مسموع. فهذه التحركات رغم محاولات الحكومات الأوروبية والأمريكية تحذير من مثل هذه التحركات، وكانت وزيرة الداخلية العنصرية التي كانت في بريطانيا تضع يعني عقبات وتعتبرها دعم للإرهاب، ومع ذلك تحداها الشعب وتحداها حتى أعضاء في البرلمان، وكانت النتيجة أنها هي التي خسرت وقيلت من منصبها. فإحنا نرى أن هذه التحركات كلها تصب في نتيجة لعزل الولايات المتحدة وحلفائها المؤيدين لإسرائيل، عزلهم دبلوماسيا، وهذا أمر طبعا لا تتحمله دولة عظمى. يعني إسرائيل معزولة دائما، وإن كان عزلها الآن أصبح أوسع
وهي تعيش دائما على المساعدات وعلى التعاطف الشعبي والدولي، خسرت هذا كله اليوم. لكن الدول العظمى لا تستطيع أن تنعزل عن الرأي العام الداخلي أو الخارجي، وأن تبقى في عزلة في المنظمات الدولية، وأن يخرج أمين عام الأمم المتحدة ليوبخها، وأمين ومدير عام الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية. ففي النهاية هي دول ديمقراطية تتأثر بهذه الأمواج من ردود الفعل القوية، والتي تساعد في ضخها وفي دفعها هذه التحركات المباركة التي تقودها المملكة في العواصم العالمية. إذن كل الشكر والتقدير للكاتب السياسي الدكتور خالد بطرفي، شكرا لك دكتور. وإلى قطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى الأندونيسي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهدف القصف المدفعي بشكل مباشر المستشفى ومحيطه الذي يتم محاصرته من قبل الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات. كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف وصواريخ تجاه مدرسة بالقرب من المستشفى والتي تؤوي عددا من النازحين، فيما طال القصف الإسرائيلي أيضا محيط مستشفى العودة في جباليا شمال القطاع، فيما ارتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان على القطاع إلى أكثر من 12 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 32 ألف جريح. 7 أسابيع من القتل والدمار وقصف ومحاصرة المستشفيات في قطاع غزة، جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً. يتواصل العدوان الإسرائيلي على المستشفيات بذريعة وجود مراكز وأنفاق لحماس أسفلها، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة في شمالي قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الاحتلال لا يزال يقصف ويطلق النار في كل مكان، وأكدت مقتل نحو 600 شخص داخل المستشفى من الجرحى والمرافقين والكادر الطبي. فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، أي منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل، لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية. تل أبيب ضربت بكل ذلك عرض الحائط، بل وشنت هجمات متعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، مخالفة كل قوانين وأعراف الحرب. ليبقى تساؤل ينتظر إجابة: كم جريمة حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ارتكبت إسرائيل؟ إلى ذلك، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية 15 إلى مطار العريش الدولي في مصر، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. تواصل الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسورها الجوية والبحرية محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية وسيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها. الطائرة 15 تحط رحالها في مطار العريش، جهود مستمرة وعمل إنساني ملموس تقوم به المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني والوقوف معهم بمد يد العون والعطاء، دعم بكافة المجالات والسبل سياسيا وإنسانيا عبر الجو والأرض والبحر. حملة تاريخية ترويها الأرقام بوقوف المملكة ومساندتها لأشقائها في فلسطين بمختلف الأزمات والمحن.
المساعدات حتى الآن تجاوزت نصف مليار عند حوالي 525 مليون ريال، وما تزال الأرقام في ارتفاع. دعم حسب مختصين يأتي تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه أشقائها. هذا وتخطى مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 519 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين 879 ألف متبرع. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في قصر روسيل بالدوحة العلاقات الثنائية المتميزة مع صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. ونقل الأمير التركي بن محمد لأمير قطر تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما استعرض الأمير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الأحاديث الودية. عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية 11 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. ودعا مجلس الشورى خلال الجلسة صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية وتسويق منتجاته بصورة أشمل ليتمكن من توفير فرص الدعم وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة. كما طلب المجلس صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية بتحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم. كما دعا مجلس الشورى خلال جلسته وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة. تحتفي التخصصات الصحية اليوم بتخريج أكثر من 9500 خريج وخريجة من برنامج البورد السعودي والزمالات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك الزميل سليمان الجبر. سليمان، بداية أهلا بك في هذه النشرة. سليمان، تفاصيل أوسع عن هذا التخرج. نعم زميلي عبد الرحمن، أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة السعودية. بالفعل نتواجد في العاصمة الرياض في ملعب الأول بارك للاحتفال بتخريج 9500 خريج وخريجة لأكثر من 155 تخصص. قبل لحظات انتهى الحفل، حفل التخرج بحضور وزير الصحة ووزير التعليم. الحديث أكثر زميلي عبد الرحمن، وأريد أن أنقل المشاعر عبر الشاشة. ينضم معي الدكتور عبد العزيز العمرو رئيس المجلس العلمي لطب أسنان الأسرة، بالإضافة إلى الدكتور مازن النويصر والدكتور أحمد العنزلي والدكتور حسين باعفيف الخريجين من هذه الدفعة. أولا دكتور عبد العزيز العمرو، وأنت أستاذ لهذه الدفعة، أبارك لك نجاح أبنائك. الله يبارك فيك، وهذه حقيقة فرحة وطن اليوم، فرحة خريجين نفتخر فيهم ولله الحمد، خريجين عمل الكثير من الجهد خلال السنوات الماضية، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعم حكومة مملكتنا الحبيبة والهيئة السعودية. عملت الكثير صراحة من ناحية الأنظمة والقوانين وتطبيق هذه البرامج، وعملت بصمة سعودية، صناعة سعودية لبعض البرامج. برنامج طب أسنان الأسرة برنامج سعودي، إشراف سعودي، الحمد لله. واليوم نفتخر
الآخر بالدفعة الثانية من خريجين هذا البرنامج. فصراحة الفرحة يعني بعد جهد كل السنين، والحقيقة الخريجين سوف يخدمون القطاعات الصحية في المملكة بطريقة العلاج الشامل لطب الأسنان، وهذا الشيء الحمد لله من ضمن الرؤية ومن ضمن الأهداف إن شاء الله تتحقق لمملكة الحبيبة. دكتور عبد العزيز، قبل أن أنتقل للخريجين، 3 سنوات كانت صعبة في أول سنة، الأزمة العالمية كورونا، حدثني عن كيف تجاوزتم وكيف تخطيتم في برنامج البورد السعودي. الحمد لله يعني عملت الكثير من الأنظمة، الهيئة السعودية لم تألأ يعني عملت الكثير من الأنظمة لتوافق للحفاظ على جودة التدريب، وهذا حقيقة استطعنا أنه عن طريق الاتصال المرئي، عن طريق تطبيق بعض المعايير بالنسبة لأيام كورونا، ولله الحمد نجحنا بجودة عالية وبتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية الحمد لله يا ربي. شكرا لتواجدك معنا دكتور عبد العزيز. أنتقل زميلي عبد الرحمن إلى الدكتور مازن النويصر وهو عريس هذه الليلة. دكتور مازن، أولا نبارك لك هذا الحفل، حدثني عن مشاعرك وكيف وأنت تدخل سوق العمل وهذا المجتمع الصف الأول، المجتمع الصحي الذي يخدم المجتمع ككل. أول شيء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تقدم بالشكر إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمي ولي عهده الكريم، أهدي هذا التخرج الوالد والوالدة، يعني دائما كانوا داعمين لنا، وما شاء الله ألف ألف مبروك يعني للوطن التخرج بهذا العدد من هذه الكوكبة من الأطباء والممارسين الصحيين، ومبارك لنا هذا الوطن الحمد لله يا رب، الله يديمه وجعله عمار يا رب. ونشكر الدكتور عبد العزيز رئيس المجلس العلمي حتى ما خلانا في تخرجنا، وكان حريص أن يكون موجودين، هو يعتبر المؤسسة تخرج مع أعضاء مجلس العلمي معه، فالحمد لله رب العالمين، والمشاعر يعني أتوقع أنها جلسة تصل من الجميع الحمد لله يا رب. زميل عبد الرحمن، بودي أن ننتقل سريعا لضيق الوقت، الدكتور أحمد العنزي، عفوا الدكتور حسين بعفيف، حدثني عن هذا عن مشاعرك لهذه الحفل. أولا الحمد لله رب العالمين، مشاعر الفرحة لا توصف اليوم، إنجاز عظيم للكل، بارك لأهلي وأخواني، وبارك لجميع الخريجين، وبارك لنفسي، والحمد لله على هذا الإنجاز، وإن شاء الله من أعلى الأعلى يا رب. شكرا جزيلا لك. العفو. بودي يا زميلي عبد الرحمن أن أخذ الدكتور أحمد العنزي، ولكن لضيق الوقت وانتهاء المهلة المحددة لهذا الحفل، هذا ما لدي لحفل التخرج 9500 خريج وخريجة من هيئة السعودية للتخصصات الصحية. أعود بالصوت والصورة إليك. إذن ونحن أيضا سليمان نقدم لهم التهنئة بهذا التخرج للخريجين والخريجات، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية. كل الشكر والتقدير لمراسل أخبار السعودية الزميل سليمان الجبر، شكرا لك. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل، المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. أنا أختار معجون الطماطم الطبيعية من العلالي، لأن الجوع المو طبيعي محتاج طعم من الطبيعة. أنا نكهة الطبيعة، أنا ماما. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. اليوم انت سويتها، اليوم اخذت سنترم واخذت خطوة للامام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم اكيد.
بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. أهلا بكم. رأس محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي وفد المملكة في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التي انعقدت في مدينة دبي الإماراتية بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات وكبار المسؤولين في قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 4000 من الجهات الحكومية وهيئات تنظيم الاتصالات وكذلك المنظمات المتخصصة والقطاع الخاص، كما عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من نظرائه في الجهات التنظيمية، إضافة إلى اجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الوفود لشركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شراكاتها مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي كشركاء علميين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، والذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 13 وحتى 14 من ديسمبر المقبل. تأتي هذه الشراكات تعزيزا لمكانة المؤتمر ودوره في جمع صناع القرار وأصحاب المصلحة تحت مظلة واحدة. وسيضم المؤتمر عددا من وزراء العمل ونخبة من القادة التنفيذيين ورؤساء لمنظمات دولية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالم. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في أعمال المؤتمر السنوي 36 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل تحت عنوان الأسرة المسلمة بين قيم الإسلام والتحديات المعاصرة في مدينة ساو باولو البرازيلية، بحضور باحثين ومختصين من مختلف دول العالم. واستعرض المؤتمر مكانة الأسرة في الإسلام وأهميتها وكيفية بنائها، والحقوق المتبادلة بين الوالدين والأولاد والحقوق المتبادلة بين الزوجين. 20 من نوفمبر المملكة تشارك العالم بالاحتفال باليوم العالمي للطفل. المملكة تعمل على عناية أنظمتها بتعزيز حقوق الأطفال في جميع الظروف منذ نشأتها، ثوابت راسخة في حماية وصون حقوق الأطفال. عشر من عمره ومواجهة الإيذاء بكافة صوره، فضلا عن الإهمال الذي قد يتعرض له في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها. المملكة ومنذ تأسيسها قامت على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، ورعى بالأخص حقوق الطفل. النظام أكد على وجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأطفال التي تشتمل على ضرورة الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلائم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة. المملكة أولت اهتماما كبيرا لحقوق الأطفال، وسنت أنظمة لحمايتهم بوجه عام ومن الإيذاء بشكل خاص، فضلا عن مكافحة جريمة التحرش والأحداث ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى برامج كالأمان الأسري ومجلس شؤون الأسرة، وكذلك مشاريع الاستراتيجية الوطنية للطفولة ومكافحة التنمر في المدارس. وراعى النظام أيضا السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال ومشروع رفق وغيرها، إنجازات سعودية رائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل قامت بها ضمن منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج والتدابير الشرعية والقضائية الضامنة لحقوقه.
أطلقت هيئة حقوق الإنسان حملة بعنوان أقل من 18 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل 20 من نوفمبر من كل عام. تأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لكل فئات المجتمع، حيث أقامت عددا من الأركان التعريفية والأجنحة في أماكن مختلفة بهدف معرفة حقوق الطفل ورعايته وتوفير بيئة آمنة له. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الأرجنتيني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. برعاية سمو ولي العهد انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية فبراير المقبل تحت شعار الاستعداد للمستقبل. لوقف التصعيد في قطاع غزة وزير الخارجية يقود جولة عربية وإسلامية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.